مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في شريط جديد، هذه المرة خلاصة الوحدة الأولى المعنونة باستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. كما رأينا في مقرر هذه الوحدة، الوحدة مكونة من فصلين. الفصل الأول التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية، والفصل الثاني دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة. نبدأ بالفصل الأول تفاعلات مسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية. تعرفنا خلال هذا الفصل على مراحل هدم الجلوكوز في وسط حي هوائي، وقلنا بأن مراحل هدم الجلوكوز في وسط حي هوائي يمكن تقسيمها إلى 6 مراحل. المرحلة الأولى انحلال الجلوكوز، وقلنا بأن هذه المرحلة تحدث خلال على مستوى الجبل الشفافة داخل الخلية، وقلنا بأنها مرحلة مشتركة بين تفاعلات التنفس والتخمر، قلنا لأنها لا تستدعي تدخل طبعا الأكسجين. يحدث خلال هذه المرحلة هدم جزئي للجليكوز إلى جزيئتي حمض البيروفيك غنيتين بالطاقة، ويستوجب استمرار في هدمها خلال التفاعلات اللاحقة لأنها لا تزال تخزن غنية بالطاقة. كذلك خلال هذه المرحلة يتم إنتاج جزيئتين من الATP بشكل مباشر، مع إنتاج كذلك جزيئتين من NADH2 مختزلة. تدخل جزيئتي حمض البيروفيك الناتجتين عن الانحلال إلى الميتوكوندري، وتتفاعل مع جزيئتين من الأشكوا فتتحول إلى جزيئتي أسيتيل كوا. خلال هذه المرحلة كذلك يتم تركيب جزيئتين من NADH2 مختزلة مع طرح جزيئتي CO2. جزيئتي الأسيتيل كوا الناتجتين عن المرحلة الثانية أي مرحلة تكون الأسيتيل كوا تدخلان وتتعرضان لسلسلة تفاعلات إزالة الكربون والهيدروجين على شكل حلقة من التفاعلات تسمى بدورة كريبس. يحدث خلال هذه المرحلة تركيب جزيئتين من الATP بشكل مباشر و6 نواقل NADH2 مختزلة وناقلين من FADH2 مختزلة كذلك، مع تحرير 4 جزيئات من CO2. في هذه المرحلة نواتج هدم الجليكوز أي جزيئتي الأسيتيل كوا تعرضت لهدم كلي، وبالتالي تفاعلات هدم جزيئة الجليكوز ستتوقف خلال هذه المرحلة، لكن إنتاج جزيئات الATP سيستمر. قلنا سابقا في الدرس أن عدد جزيئات NAD زائد والFAD المؤكسدة داخل الميتوكوندري وداخل الجبلة الشفافة محدود، وبالتالي لتقوم الخلية بهدم جزيئات جليكوز أخرى ضروري من إرجاع جزيئات NADH2 والFADH2 المختزلة إلى حالتها المؤكسدة أي إلى NAD زائد والFAD. لضمان ذلك تتعرض جميع النواقل المختزلة المنتجة خلال المراحل السابقة أي 10 NADH2 و2FADH2 لعملية الأكسدة. هذه العملية تتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري على مستوى ما يسمى بالسلسلة التنفسية. إذا تهاجر جميع النواقل الناتجة عن المراحل السابقة 2 NADH2 الناتجة عن الانحلال و2 NADH2 الناتجة عن المرحلة الثانية و6 NADH2 الناتجة عن دورة كريبس، تهاجر جميع هذه النواقل بالإضافة طبعا إلى 2 FADH2 الناتجة كذلك خلال دورة كريبس، تهاجر جميع هذه النواقل إلى الغشاء الداخلي للميتوكوندري أي على مستوى ما يسمى كذلك بالسلسلة التنفسية، فتتعرض لعملية الأكسدة، وبذلك تكون المرحلة الرابعة في تفاعلات التنفس هي مرحلة أكسدة النواقل المختزلة FADH2 والNADH2. إذن كما قلنا هذه الأكسدة تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري، فتتعرض 10 NADH2 و2FADH2 الناتجة عن المراحل السابقة لعملية الأكسدة إلى 10 NAD زائد و2FAD. الإلكترونات الناتجة عن هذه المرحلة
أي مرحلة أكسدة النواقل تتدفق بفعل اختلاف في جهد أكسدة واختزال للبروتونات المدمجة داخل الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، فتنتقل من ناقل بروتيني إلى آخر ليتم استقبالها بشكل نهائي من طرف جزيئات الأكسجين ذات جهد أكسدة واختزال الأكبر، فتختزل هذه الأخيرة إلى جزيئات الماء. وهذا التفاعل، أي تفاعل اختزال جزيئات الأكسجين إلى جزيئات الماء، هو التفاعل الخامس في تفاعلات التنفس. البروتونات الناتجة عن هذه الأكسدة كذلك تنتقل عبر النواقل البروتينية المدمجة في غشاء الميتوكوندري إلى الحيز البيغشائي. استمرار نقل هذه البروتونات للحيز البيغشائي يؤدي إلى حدوث ممال، أي فارق لتركيز البروتونات H زائد من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري، وبالتالي حتمية عودة كمية من هذه النواقل إلى المطريس ليكون هناك توازن في تركيز الـ H بلس بين الوسطين، بين الحيز البيغشائي وبين المطريس. هذه العملية تحدث عن طريق تدفق البروتونات H زائد وعودتها للمطريس عبر الكرات ذات الشمراغ. عند عبورها على مستوى الكرات ذات الشمراغ يتم تنشيط هذه الأخيرة، فتساهم عملية أكسدة ناقل واحد NADH2 في تحفيز الكرات ذات الشمراغ على إنتاج ثلاث جزيئات ATP، باعتبار طبعا الكرات ذات الشمراغ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنزيم يحفز تفاعل التفسفور المؤكسد، تثبيت ذرة فوسفور على جزيئات ATP وبالتالي تكون أو تركيب جزيئات ATP. إذن يحفز كذلك ناقل واحد من الـ FADH2 الكرات ذات الشمراغ، فتقوم بإنتاج جزيئتين من الـ ATP طبعا عبر نفس الظاهرة التي قلنا سميناها بالتفسفور المؤكسد. إذن هذه الظاهرة إذن كما قلنا تحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري بتدخل الكرات ذات الشمراغ أو ما يسمى كذلك بالـ ATP سنتاز. سنقوم بعملية حسابية. إذا قلنا أن أكسدة جزيئة واحدة من NADH2 يحفز الكرات ذات الشمراغ فتقوم بإنتاج ثلاث جزيئات ATP، وأكسدة جزيئة واحدة من FADH2 يحفزها على إنتاج جزيئتين من ATP. إذا كم عدد جزيئات ATP الناتجة خلال هذه المرحلة بشكل طبعا بشكل غير مباشر؟ الإجابة هي 34 جزيئات ATP. 10 NADH2 ستحفز الكرات ذات الشمراغ، فتساهم هذه الأخيرة بدورها في إنتاج 30 جزيئات ATP، و 2 FADH2 ستنشط بدورها الكرات ذات الشمراغ، فتساهم هذه الأخيرة في تركيب 4 جزيئات ATP، وبالتالي خلال مرحلة التفسفر المؤكسد يتم تركيب 34 جزيئات ATP. إذن خلال هذا المحور تعرفنا على أهم مراحل هدم الجلوكوز في وسط حي هوائي، أي مراحل هدم الجلوكوز خلال ظاهرة التنفس، ولخصناها في 6 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة انحلال الجلوكوز، المرحلة الثانية مرحلة تكون أسيتيل كونزيم A، والمرحلة الثالثة دورة كريبس، المرحلة الرابعة مرحلة أكسدة النواقل، والمرحلة الخامسة اختزال الأكسجين، والمرحلة الأخيرة والسادسة مرحلة التفسفر المؤكسد. الآن ننتقل إلى المحور الثاني، مقارنة بين ظاهرتي التنفس والتخمر. سنقارن بين هاتين الظاهرتين من خلال ظروف الوسط وشكل هدم المستقلبات الطاقية في كل ظاهرة، مستوى حدود هذه الظواهر، وأيضا نواتج كل مرحلة. إذن بالنسبة للتنفس الخلوي تحدث هذه الظاهرة في ظروف حي هوائية، بينما يحدث التخمر بنوعيه اللبني والكحولي في ظروف حي لا هوائية. خلال التنفس يحدث هدم كلي للمستقلبات الطاقية، بينما شكل الهدم في حالة التخمر اللبني والتخمر الكحولي هو هدم جزئي. تحدث ظاهرة التنفس على مستوى تبدأ في الجبلة الشفافة وتنتهي تفاعلات هذه الظاهرة على مستوى الميتوكوندري، بينما التخمر اللبني والتخمر الكحولي تحدث هاتين الظاهرتين على مستوى الجبلة الشفافة. نواتج ظاهرة التنفس يتم تركيب كمية كبيرة من الطاقة أثناء حدوث هذه الظاهرة،
مع طرح حتالة معدنية خالية من الطاقة. هذه الحتالة المعدنية هي على شكل جزيئات CO2 وجزيئات الماء، على شكل غاز CO2 وجزيئات الماء. بينما في التخمر اللبني والتخمر الكحولي يتم تركيب كمية قليلة من الطاقة، وقلنا أن هذا مول واحد من الجلوكوز يتم فيه تركيب جزيئتين من الATP مع حثالة عضوية غنية بالحمض اللبني في حالة التخمر اللبني، ومع تحرير كذلك أو طرح حثالة عضوية غنية بالطاقة وهي على شكل جزيئات الإيثانول، مع طرح جزيئتين من CO2 بالنسبة للتخمر الكحولي. الآن نمر إلى الفصل الثاني، دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة. تحويل جزيئات الATP أي الطاقة الناتجة عن طريق ظاهرتي التنفس والتخمر إلى عمل ميكانيكي. خلال هذا الفصل درسنا كيف يتم تسجيل التقلصات العضلية، وتعرفنا على الظواهر المرافقة للتقلص العضلي، وأيضا بنية وفوق بنية العضلة الهيكلية المخططة، وأخيرا آلية التقلص العضلي. نبدأ بالمحور الأول، تسجيل التقلصات العضلية. قصد دراسة التقلص العضلي يتم تحضير عضلة بطن الساق عند الضفدعة وربطها بعدة تجريبية تسمى بمسجل عضلي. توضح الوثيقة التالية العدة التجريبية المنجزة. قلنا خلال الدرس أن تهيج العضلة يؤدي إلى تقلصها، أي نقصان في طولها مع سحب القلم المسجل للأعلى وسحبه كذلك للأسفل عند ارتخاء العضلة، فنحصل على المخطط المبين في الأسطوانة. نسمي هذا المخطط بمخطط عضلي. عند تطبيق إهاجة منفردة نحصل على تقلص قصير الأمد معزول وبسيط. نتكلم عن رعشة عضلية معزولة. يمكن تقسيم مراحل المخطط العضلي إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تسمى كذلك بفترة الكمون، وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين لحظة الإهاجة وبداية الاستجابة. المرحلة الثانية وهي مرحلة التقلص، يرتفع خلالها توتر العضلة وينقص طولها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الارتخاء، خلالها تأخذ العضلة أبعادها الأولية فتعود إلى حالتها الأصلية فيزداد طولها مع انخفاض توترها. الآن نمر إلى حالة أخرى مع تسجيل عضلي آخر. بعد تعريض العضلة لسلسلة تهيجات متباعدة ومتزايدة الشدة نحصل على المخطط العضلي التالي. نقوم بتحليل هذا المخطط. بعد التهيجين E1 وE2 لا نحصل على أي استجابة عضلية، لكن ابتداء من التهيج E3 نحصل على استجابة للتهيجات تتمثل في رعشة عضلية. مع ازدياد شدة التهيجات من E3 إلى E7 يزداد وسع الرعشات العضلية تدريجيا، لكن هذا الوسع يصبح ثابتا ابتداء من التهيج E7. نفسر هذه النتائج. بعد التهيجين E1 وE2 ليس هناك تسجيل عضلي، لماذا؟ لكون هذه التهيجات غير فعالة، نقول أنها تحت بدئية. لكن الإهاجة E3 تحدث رعشة عضلية تسمى بعتبة التهيج، أو ما يسمى كذلك بالريوباز. الريوباز هي أقل شدة إهاجة تسبب حدوث التقلص العضلي. بعد الإهاجة E3 وكلما ازدادت شدة الإهاجة يزداد وسع الرعشات العضلية، مما يفسر بكون العضلة تتكون من مجموعة من الوحدات البنيوية قابلة للتقلص. قلنا أن هذه الوحدات هي عبارة عن ألياف عضلية. يزداد عدد هذه الألياف أو عدد هذه الوحدات المتقلصة كلما ازدادت شدة الإهاجة، فيكون تقلص العضلة أقوى. ابتداء من الإهاجة E7 يبقى وسع الرعشات العضلية ثابتا، الشيء الذي يفسر بكون كل هذه الألياف وكل هذه الوحدات المكونة للعضلة أصبحت متقلصة. نسمي هذه الظاهرة بظاهرة التجنيد أو التعبئة، حيث يحدث خلال هذه الظاهرة تعبئة أو تجنيد جميع الوحدات المكونة للعضلة للقيام بظاهرة التقلص. نمر الآن إلى الحالة الثالثة، عند القيام بإهاجتين فعالتين متتاليتين ومتساوية الشدة. عند تعريض العضلة لإهاجتين فعالتين متتاليتين متساوية الشدة مع تغيير المدة الفاصلة بين كل إهاجة، نحصل على المخططات العضلية التالية حسب كل حالة. نقارن بين هذه التسجيلات الثلاث المحصل عليها. في الحالة الأولى بعد إحداث إهاجتين متباعدتين ولهما نفس الشدة، نحصل على رعشتين عضليتين لهما نفس الوسع.
في الحالة الثانية بعد إحداث إهاجتين متقاربتين، الإهاجة الثانية تحدث وتكون في مرحلة ارتخاء الإهاجة الأولى ولهما نفس الشدة، نحصل على رعشتين عضليتين، يكون وسع الرعشة الثانية أكبر من وسع الرعشة الأولى. نقول أن هناك التحام غير التام للرعشات أو للرعشتين العضليتين. نمر إلى الحالة الثالثة بعد إحداث إهاجتين جلد متقاربتين، حيث الإهاجة الثانية تكون في مرحلة تقلص الإهاجة الأولى ولهما نفس الشدة، نحصل على رعشة عضلية واحدة ذات وسع كبير، يحدث هناك تراكب بين الرعشتين، فنقول أن هناك التحام تام. نمر إلى حالة أخرى عند تعريض العضلة لسلسلة هجات متساوية الشدة مع تغيير الزمن الفاصل بين كل إهاجة، نحصل على المخططات العضلية التالية حسب كل حالة. حسب المدة الفاصلة بين الإهاجتين نميز الحالتين التاليتين: الحالة الأولى عندما يكون تردد الإهاجات ضعيفا، نحصل على تسجيل عضلي متموج، نسمي التقلص العضلي في هذه الحالة بالكزاز الناقص أو الكزاز الغير التام. في الحالة الثانية عندما يكون تردد الإهاجات مرتفعا، نحصل على تسجيل عضلي يبقى مستقيما، نسمي التقلص في هذه الحالة بالكزاز التام. نمر إلى آخر تسجيل عضلي، حالة القيام بإهاجات متتالية لها نفس الشدة لمدة طويلة. إذن عند تعريض العضلة لسلسلة إهاجات متساوية الشدة لمدة طويلة من إهاجة E1 مثلا إلى إهاجة N، نحصل على تسجيل عضلي تمثل الوثيقة بعض أجزائه في فترات مختلفة. إذن يلاحظ تعرض هذه العضلة للعياء، ما يسمى بالعياء العضلي، والذي يتجلى في ازدياد مدة الكمون الفاصلة بين الإهاجة واستجابة العضلة، ازدياد كذلك مدة الرعشات العضلية مرحلتي التقلص والارتخاء، وأيضا نقصان في وسع الرعشات العضلية. نمر الآن إلى المحور الثاني، الظواهر المرافقة للتقلص العضلي. خلال هذا المحور تعرفنا على الظواهر المرافقة للتقلص العضلي، وقلنا أن التقلص العضلي يرافقه مجموعة من الظواهر. من هذه الظواهر تجديد الطاقة، حيث يحدث هدم لمجموعة من المستقلبات الطاقية بهدف إنتاج أو استخلاص الطاقة الكامنة داخل هذه المستقلبات الطاقية، بالإضافة إلى طرح للحرارة. وقلنا بأن هذه الحرارة تطرح على شكل نوعين: حرارة أولية تحدث في اللحظات الأولى من التقلص وتطرح نتيجة حدوث تفاعلات سريعة تمكن من تجديد الATP. هذه التفاعلات السريعة هي تفاعل الATP وتفاعل الكرياتين فوسفات. كذلك هذه الحرارة تطرح نتيجة حدوث تفاعلات متوسطة السرعة تمكن من تجديد الATP، وهذا التفاعل هو تفاعل التخمر اللبني. وحرارة ثانوية تطرح نتيجة حدوث تفاعلات بطيئة تؤدي إلى تجديد الATP طبعا بطريقة بطيئة، وهذه التفاعلات هي تفاعلات ظاهرة التنفس. بعد دراسة الظواهر المرافقة للتقلص العضلي ننتقل إلى بنية وفوق بنية العضلة الهيكلية المخططة. نذكر إذن ببنية العضلة الهيكلية المخططة من خلال هذا الشريط. قلنا إذن بأن العضلة تكون مثبتة على العظام عن طريق ما يسمى بالوتر. قلنا بأن العضلة مكونة من مجموعة من البنيات، هذه البنيات نسميها بحزمة الألياف العضلية أو ما يسمى كذلك بالحزم العضلية. وقلنا بأن هذه الحزم مفصولة فيما بينها عن طريق ما يسمى بالنسيج الضام. إذن حزمة الألياف العضلية أو الحزم العضلية مكونة من مجموعة من البنيات، هذه البنيات نسميها بالألياف العضلية. إذن الليف العضلي ما هو إلا عبارة عن خلية عضلية. الخلية العضلية إذن باعتبارها خلية فضروري أن تحتوي على نواة. الخلية العضلية لها خاصية أنها تتوفر على مجموعة من النواة. كذلك هذه الخلية أو الليف العضلي مكون من مجموعة من البنيات، هذه البنيات تسمى بالليفات العضلية. هذه البنيات توجد داخل سيتوبلازم الخلية العضلية والذي نسميه بالساركوبلازم. هذه الليفات العضلية
محاطة بشبكة تسمى بشبكة ساركوبلازمية. إذن الليفات العضلية هي البليات المكونة للليف العضلي. هذه الليفات تتميز بتناوب مجموعة من الأشرطة الداكنة وأشرطة فاتحة داخلها. تتميز هذه الليفات بتواجد مجموعة من الخيوطات أو نوعين من الخيوطات البروتينية، خيوطات سميكة تسمى بخيوطات الميوزين، وأخرى دقيقة تسمى بخيوطات الأكتين. نسمي هذه البنية المتواجدة والمتكررة داخل الليف العضلي وداخل الليفات العضلية بالساركومير. الساركومير إذن هو وحدة بنيوية ووظيفية للخلايا العضلية. يتميز هذا الساركومير بتواجده أو يكون محصورا بين حزي زيد، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة من المناطق. مناطق فاتحة، المنطقة H توجد وسط الساركومير وتتوفر فقط على خيوطات الميوزين، ومنطقة أخرى فاتحة تسمى بالمنطقة E. نظام إيزوتروب هي منطقة متجانسة تحتوي فقط على خيوط واحد أو نوع واحد من الخيوطات، هي خيوطات الأكتين. ومنطقة داكنة تسمى بالمنطقة A، لزون أنيزوتروب، هي منطقة متجانسة لأنها تحتوي على خيوطين أو على نوعين من الخيوطات، هي خيوطات الأكتين وخيوطات الميوزين. يتكون خيوط الأكتين من ثلاث أنواع من الخيوطات البروتينية. خيوطات الأكتين ملتفة حولها خيوطات أخرى تسمى بخيوطات التروبوميوزين، وخيوطات أخرى نسميها بخيوطات التروبونين، بينما خيوط الميوزين مكون من بنيات تشبه عصا نسميها بعصا خيوط الميوزين، وبنيات أخرى تشبه رؤوس نسميها برؤوس الميوزين. نختتم هذا الفصل دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة بدراسة آلية التقلص العضلي. قلنا إذن بأن التقلص العضلي يستوجب تواجد أيونات الكالسيوم ووجود جزيئات الأتيبي، ويتم هذا التقلص وفق المراحل التالية. عند تنبيه الليف العضلي تحرر الشبكة الساركوبلازمية المحاطة بالليف أيونات الكالسيوم. تعمل هذه الأيونات على تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين على الأكتين والتي كانت محجوبة من طرف بروتينات التروبوميوزين والتروبونين. ترتبط جزيئات ATP برؤوس الميوزين فتحرر كمية من الطاقة تمكنها من الدوران والارتباط بخيوطات الأكتين وتحريكها نحو مركز الساركومير، نقول تشكل قناطر الأكتوميوزين أو مركب الأكتوميوزين. تعاد نفس العملية، ترتبط جزيئات ATP أخرى برؤوس الميوزين وتحرر كمية من الطاقة تمكنها من الدوران من جديد، فيتم تحريك خيوطات الأكتين نحو مركز الساركومير، فيحدث بالتالي تقلص في طول الساركومير وتقلص الليف وبالتالي تقلص الليف وأخيرا تقلص العضلة. عند انتهاء التنبيه تضخ الكالسيوم للشبكة الساركوبلازمية فيتوقف تقلص الساركومير. على مستوى الساركومير وأثناء التقلص العضلي يحدث تقصير على مستوى قلنا المنطقة H والمنطقة الفاتحة المنطقة E، بالإضافة إلى تباعد في طول المنطقة A، تباعد على مستوى طول المنطقة A. إذن هذه أهم التغيرات التي تصيب الساركومير. قلنا تقصير على مستوى الساركومير، تقصير على مستوى المنطقة E والمنطقة H الموجودة في وسط الساركومير، بالإضافة إلى تباعد في طول المنطقة A المنطقة الداكنة. وصلنا إلى نهاية هذا الشريط، قدمنا من خلاله خلاصة للوحدة الأولى وتطرقنا لمجموعة من المحاور. محور الأول مراحل هدم الجليكوز في وسط حي هوائي، مقارنة بين ظاهرتي التنفس والتخمر، تسجيل التقلصات العضلية، وتعرفنا على الظواهر المرافقة للتقلص العضلي، بنية وفوق بنية العضلة الهيكلية المخططة، واختتمنا الفصل الثاني بآلية التقلص العضلي. إذن لا تنسوا زيارة موقعنا على هذا الرابط للاطلاع على كل جديد.